وشوف موضوع تجديد عقد انشيلوتي الى 2026، يعني موسمين اضافيه، اول شيء عشان ينهي موضوع الشائعات التي تصدر من الاتحاد البرازيلي ورغبه التعاقد او الحديث عن اتمام التعاقد مع كارلو انشيلوتي، وحتى في تغريده كانت للصحافي فابريزي رومانو تحدث فيها عن اتفاق كامل ما بين انشيلوتي وما بين الاتحاد البرازيلي. شوف موضوع انشيلوتي بالنسبة للجماهير، يمكن جماهير ريال مدريد وحتى الأغلب كان يتمنى خروج أنشيلوتي مع بداية هذا الموسم بناء على الموسم الماضي اللي مثل ما تكلمنا كان فيه خروج مدوي من قبل مانشستر سيتي في نصف النهائي، ومثل ما تكلم الأستاذ أبو البتول رد الثأر اللي كان من جوارديولا، وكان صعب جدا شكل ريال مدريد بالخروج، بالإضافة أنه يعني أنك تسلم الليغا لبرشلونة فارق نقاط، ومن مباراه الكلاسيكو تقريبا انتهت الليغا الاسبانيه، وتشافي في اول موسم كامل مع برشلونه بالاسماء اللي عنده مقارنه بالاسماء اللي عند انشيلوتي انه يحقق الليغا كمان كانت موجعه. خساره السوبر الاسباني ونهائي السوبر الاسباني، كره القدم فوز وخساره، بس هي كان شكل ريال مدريد الموسم الماضي، المظهر الذي يظهر فيه ريال مدريد في المباريات كانت جماهير ريال مدريد غير متقبله استمرار هذا المدرب بالفكر اللي موجود فيه. لكن لما نيجي إلى الموسم هذا صراحة من وصول جود بيلينغهام إلى الفريق وإيجاد خلينا نتكلم توظيف جود بيلينغهام من قبل أنشيلوتي بشكل ممتاز، أنشيلوتي مع الغيابات من بداية الموسم كورتوا ميليتاو وصولا إلى ديفيد ألابا ومرورا بتشواميني كامافينجا فينيسيوس، كيف تدارك الموقف، كيف عالج الأمور؟ البعض صراحة توقع أنه حيكون في تدهور في وضع ريال مدريد، إلا أنه أنشيلوتي فعلا عالج الأمور هذه بتوظيف اللاعبين مشاركة إبراهيم دياز. فصراحة يمكن أغلب الجماهير اللي كانت تطالب بخروج أنشيلوتي على أدائه داخل الملعب حاليا أصبحت راضية عن المدرب، بالإضافة إلى النقطة الأهم أنه فلورنتينو بيريز ومشروع ريال مدريد اللي فيه فكر، يمكن مش الأغلب عارف إيش توجه بيريز حاليا أو إيش فكرة بيريز، لكن مثل ما طلع في البيان الرسمي من نادي ريال مدريد انه على انشيلوتي انه من اسباب التجديد انه المدرب وقف بجانب النادي رغم عن الصعاب اللي مروا فيها على مستوى التعاقدات، تبدا موسم بدون راس حربه قوي او سوبر مثل ما تعود ريال مدريد او الرقم 9. فاتوقع هالامور كلها كانت في النهايه توريك انه فعلا مدرب داخل الملعب جالس يقدم اداء اكثر من مقنع، وحتى على مستوى الإدارة في توافق جدا كبير، ويمكن أتوقع أول مرة في تاريخ فلورنتينو بيريز كرئيس لريال مدريد يجدد عقد مدرب ويستمر معاه لفترة أطول. فأتوقع أنشيلوتي حاليا بالوضع الحالي نال على رضا الطرفين، الجماهير والأهم طبعا واللي هي إدارة ريال مدريد.